برحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار. نتحدث عن التوجيهات الرئاسية برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية. كيف يسهم ذلك في استمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار؟ أيضا نتطرق إلى جهود الدولة والتسهيلات التي تقدمها من أجل التوسع في الاستثمار بالهيدروجين الأخضر. أرحب بضيفي الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. أهلا بحضرتك دكتور. وكيف ترى أثر التوجهات الرئاسية برفع شبكة الكهرباء؟ يعني عندنا أكثر من تريليون جنيه حجم استثمارات في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وطبعا مشروعات مستقبلية لسه يعني بننتظرها لتحسين وتطوير شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء. ما صرف حتى الآن على هذا القطاع؟ ما الذي أدى إلى من نتائج؟ حضرتك في 2014 بدأت التوجيهات بخطة عاجلة وخطة آجلة. الخطة العاجلة اللي هي عمل صيانة للمحطات اللي كانت موجودة وتوفير قطع الغيار لها وتوفير الوقود اللازم، لأن ما كانش في أيامها وقود لتشغيل هذه المحطات. فبالتالي بدأت المحطات اللي هي كانت موجودة وكانت مش في الخدمة دخلت الخدمة. ده كانت الخطة العاجلة، ودي رفعت جزء كبير جدا من العجز اللي كان عندنا. الخطه الاجله اللي تمت على طول ان احنا تم انشاء ثلاث محطات الطاقه اللي هي موجوده في البرولس وفي بني سويف وفي العاصمه الاداريه، وديت كل واحده فيهم 4.8 جيجا، الاجمالي 14.4 جيجا. فبالتالي دي دخلت الشبكه، دخلت الخطه معانا على الشبكه بكمية طاقة كبيرة جدا، فرفعت حتى العجز اللي كان موجود بقى عندنا زيادة في هذا الوقت، بقى فائض كبير. وطيب علشان احنا يبقى عندنا هذا الكم يبقى محتاجين شبكة نقل ومحطات للتغذية. احنا كنا بنشتغل على 220 كيلو فولت، فرفعنا ل 500 كيلو فولت. ال 500 كيلو فولت دول علشان احنا بنعملهم وصلنا للاجمالي بتاع الخطوط بتاعتها ل 4613 كيلو، يعني بزياده حوالي 150% عن اللي كان موجود في 2014. المحطات المحولات اللي بتشتغل مع ال 500 كيلو فولت احنا زودناها بنسبه او زادت بنسبه 340%، لان ما كانتش اصلا موجوده بالكفاءه والعدد الكبير ده. فاصبح عندنا الشبكه بتشيل ال 500 كيلو فولت جاهزه لانها تنقل بره البلد وجوه البلد بالطاقه العاليه. كمان جينا على المحولات اللي هي ال 220 كيلو فولت، زودنا 180 محطه وزياده لوحات التوزيع، لان لوحات التوزيع ديت هي المسؤوله عن الوحدات الصغيره في التوزيعات. عملنا 4117 وتجديد 126 لوحه توزيع، انشاء 9.3 كيلو للخطوط الهوائيه والكابلات الارضيه على الجهدين المتوسط والمنخفض، بيصبح حوالي 566000 كيلو. ده حاجه كبيره جدا. انشاء واحلال الموصلات المعزوله حوالي 46000 كيلو. طبعا الحاجات دي تكلفه وامكانيات لنقل نقل الطاقه الكهربائيه اللي موجوده على مستوى الجمهوريه بالكامل بما فيها اضافه توزيع الشبكات خارج جمهوريه مصر. عندنا بقى محطات التحكم، مراكز التحكم. عملنا تحديث وانشاء 47 مركز تحكم آلي. ده حديث جدا، ده هو المسيطر على الشبكة، لأي نقص أي عجز بيبتدي هو يظبط الشبكة أوتوماتيك. في طبعا مشروعات العدادات الذكية 213000 عداد و14 مليون مسبوقة الدفع. ده بالنسبة للشبكات اللي داخل مصر. نيجي نبص بقى حضرتك ليه كل ده طبعا أهلنا ان احنا نصدر الاحتياطي من الكهرباء، نعمل مشروعات ربط كهربائي مع دول، يمكن في اوروبا وافريقيا والخليج طبعا لخمس اماكن. ده الخطوط اللي احنا عملناها دي اهلتنا ان احنا نشترك في منظمه التنميه والتعاون للربط العالمي للطاقه، وده المركز بتاعه في بكين واللي هي اسمها جيتكو. والمنظمة دي مسؤولة أو ما بتاخدش المنظمة العضو اللي فيها هو اللي عنده كم من الشبكات والسيطرة عليها بطريقة ذكية، ده على مستوى العالم، وإحنا أصبحنا أحد الأعضاء في هذه المنظمة. وبعدين عندنا شبكات الربط مع الدول العالمية. إحنا بنصدر، إحنا بنربط بقى آسيا وبنربط أفريقيا وبنربط أوروبا. بنربط آسيا عن طريق الأردن، سوريا، لبنان والعراق. ده الخط موجود، والخط ده كان 500 كيلو فولت
بيترفع دلوقتي ل 2000 كيلو يعني 2 جيجا. ال 2 جيجا دول طبعا هيوصل لحد لبنان والعراق. في خط ربط بينه وبين تركيا حوالي 65 كيلو، لو تموا هيبقى احنا بنصدر لتركيا وندخل على اوروبا. ده الخط اللي طالع في اتجاه اسيا من عند الاردن. في عندنا خط الربط مع شمال افريقيا ويطلع على اوروبا. شمال افريقيا وده برضو تم رفعه من 220 ل 500 كيلو فولت، ده بيوصل من مصر عن طريق مطروح على ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وعن طريق جبل طارق يطلع على اوروبا. وده طبعا تم رفعه الى 500 كيلو فولت، فاذا بيستحمل الطاقه العاليه وبيوصل لحد 2 جيجا برضو. ده الخط الثاني. الخط الثالث مع افريقيا، يعني احنا دلوقتي كده بنربط شمال افريقيا باوروبا واسيا باوروبا. افريقيا احنا عندنا خط الربط اللي مع السودان اللي تم، وعليه 50 كيلو ووصل ل 100 و300 كيلو فولت، وده 500 كيلو فولت خط النقل، خط الشبكه اللي بتنقل. فدي بوابه افريقيا بالنسبه لتصدير الكهرباء من خلال السودان. احنا بنربط بيها على السودان ومن السودان على افريقيا، لان كل دوله لها شبكه، فاحنا بنربط مع السودان والسودان بتربط مع شبكات الدول الثانيه. ده برضو جاهز. الخط الرابع مع السعوديه وتم، وده على 3 جيجا. 3 جيجا ده كان المخطط ليه قبل كده خط مزدوج. خط مزدوج يعني احنا ناخد منهم طاقه كهربائيه اثناء الزرو عندنا، ونديهم طاقه كهربائيه اثناء الزرو عندهم، لان الزرو عندهم تختلف عندنا. هم عندهم العصر واحنا عندنا بالليل، تمام. انما دلوقتي هم عندهم الطاقه كافيه واحنا عندنا الطاقه بالزياده، فاذا خط الربط ده يوصل الى دول الخليج، يبقى احنا برضو بنربط مع دول الخليج. الخط الخامس اللي هو خط الربط البحري مع قبرص واليونان. أيوة. وده 3 جيجا الخط وده خط اصلا مفروض طاقه متجدده فقط. خط طاقه متجدده، وده بينقل على الهاي فولتج دي سي. ده خط ربط ما بين مصر وقبرص وبسعته 3 جيجا وهيرفع ل 4. قبرص واليونان كده احنا بنوصل لاوروبا. فدي خطوط الربط ما جاتش من فراغ، الا اذا كان عندنا فائض بعد ما كان عندنا قبل 2014 ناقصه حوالي 6 جيجا. دلوقتي احنا بننتج ما يقرب من 56 جيجا، بنستهلك 30، فعندنا حوالي 25 جيجا فائض. قبل ما ننتقل لمشروعات الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر، عايزين نعرف من حضرتك الاستفاده اللي بنجنيها من مشروعات الربط الكهربائي مع دول او مناطق مختلفه. هو حضرتك اولا لما بنربط مع الدول المختلفه فاحنا اليد العليا في الطاقه بالنسبه لهم. ادي واحد. اثنين، ده من المحور السياسي، محور اقتصادي دخل كبير بالنسبه لنا. ده كمان احنا من التوجيهات ان احنا ما بنعتمدش على الطاقه التقليديه، احنا عملنا الطاقه النوويه وعندنا الطاقه المتجدده. والطاقه النوويه حضرتك علشان نعملها في ايام في عصر الرئيس جمال عبد الناصر كانت في مشكله سياسيه ودخلنا في حرب 73 67 اسف 67 واتقفل المشروع بتاع الطاقه النوويه. جينا في عصر الرئيس السادات، عصر رئيس السادات كانت فرضت عليه شروط سياسيه رفضها، فما اتعملش المحطه في ايام يعني عده مشاكل عرقلت وجود هذا لحد ما وصلنا لوقتنا هذا، وبقى عندنا خدناها بدون محطات نوويه. انه خدناها بدون شروط. طيب نروح بقى للتسهيلات اللي بتقدمها الدوله للمستثمرين فيما يتعلق بمجال الهيدروجين الاخضر يا دكتور سامح. واحنا عارفين طبعا انه مصر لها مستقبل واعد للغايه في مجال الهيدروجين الاخضر، كيف ترى انت مستقبل الهيدروجين الاخضر؟ الهيدروجين الاخضر مصر ان شاء الله هتكون محور او مركز عالمي لانتاج الهيدروجين الاخضر، وهتبقى هي الدوله المميزه في انتاج هذا الهيدروجين. نظرا لما نتمتع به من ايه؟ من كل حاجه حضرتك. اولا من المناخ علشان انتج طاقه متجدده، الموقع اللي بيديني 3000 كيلو متر ميه، ساحل البحر الاحمر وساحل البحر الابيض المتوسط لانتاج الميه، الاستقرار السياسي، الثلاثه دول اهم حاجه. وبعدين محور قناه السويس علشان ينفذ هذا الموضوع، يعني انا جاي اعمل مشروع طاقه متجدده هيدروجين اخضر في المكان، فلازم المنطقة تكون موفرة حاجات معينة رئيسية، اللي هي نقل الطاقة الكهربائية المتجددة على الشبكة لحد المنطقة. أدي واحد. توفير محطة طاقة كهربائية متجددة
ستاند باي احتياطية، إنشاء منطقة صناعية خاصة بالهيدروجين الأخضر. المنطقة الصناعية يكون فيها ممر خاص مع المواني، وبعدين إنشاء مخازن تخزين في قلب المواني للهيدروجين الأخضر، وآخر حاجة إن هو إنشاء محطات تداول للهيدروجين الأخضر داخل المواني. فبالتالي أنا يسرت كل السبل لإنتاجية الهيدروجين ونقله للخارج أو للداخل، وكده المستثمر ما عليه إلا إنه بيجيب المصانع بتاعته وبيجي يعمل التعاقدات على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. والحمد لله إحنا عندنا دلوقتي إنتاجية المصانع بدل ما بتستورد من بره بدأت تستخدم، بدأت تنتج داخل جمهورية مصر. احنا عندنا خطوات في تصنيع أول وحدة إنتاج هيدروجين أخضر بتكلفة بتقل 35% عن المستورد، وبكفاءة عالية، وبعدين بأيدي مصرية. لما بتعطل ما بجيبش بقى خبرة من بره، وبالتالي موجودة بقى لا نقل ولا شحن ولا في مشاكل الشحن من بره هنا، فكلها موجودة عندنا هنا. طبعا يعني عنصر مهم لا يجب إغفاله عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخلافه، إن ده كله بيقلل من انبعاثات الكربون يا دكتور. طبعا لما بنتكلم على الطاقة المتجددة، يعني هو ده بيقولوا أحدث حاجة موجودة إن أنا أنتج طاقة الغاز. الغاز كل كيلو كهرباء بيديني 400 جرام ثاني أكسيد كربون. انما لما انا بستخدم الطاقه المتجدده، لو استخدم الالواح الفوتوفولتك بيديني 46 جرام، الرياح بيديني 12 جرام في لكل كيلو، الميه بتديني 4-5 جرام. فبالتالي الطاقه المتجدده تعتبر ما فيش اي انبعاثات من اتجاه تماما. احنا عندنا 100 مليار دولار تكلفه انشاء قدرات الطاقه المتجدده في الدول العربيه بشكل عام حتى 2035. اهميه هذا التوجه للمنطقه والمصر ايه يا دكتور؟ التوجيه لمصر اكتر، لان زي ما قلنا ربط كهربائي يعني موجود دلوقتي، اكيد بالزبط. فيما يتعلق بالطاقه المتجدده يحصل ايضا ربط بيننا وبين الدول العربيه، بينه وبين الدول العربيه والدول الاوروبيه كمان حضرتك. لان كل اللي بيستورد طاقه حاليا بيستوردها طاقه متجدده. وهي طبعا الطاقه المتجدده هما بيبقى عارف المصدر جاي له منين، انما الطاقه جوه الكابل ما حدش عارف هي طاقه متجدده ولا طاقه غاز، ولكن هو بيبقى عارف المصدر طالع منين ومحطوط على انهي محول وجاي له منين، لان هي الطاقه المتجدده كله بيسعى اليها لتقليل الانبعاثات وتقليل نسبه الكربون في الجو. صحيح. فبالتالي هو دي حاجه. الحاجه الثانيه، مصر حاليا نتيجه الهيدروجين الاخضر وتكاتف الدول الاوروبيه على انتاج الهيدروجين داخل مصر، هو ده بيخلي الدول تسعى انها تعمل مشاريع الطاقه المتجدده بدون ما بنقول لحد تعال اعمل، لانه عارف ان الطاقه المتجدده اللي يعملها هتدخل في مشاريع الهيدروجين، ومشاريع الهيدروجين هي مشاريع واعده، فبالتالي بيبقى جاي وعارف ان المشروع بتاعه كسبان. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار دكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، شكرا لحضورك. ما زلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار. الفقرة القادمة ريهام السهلي مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، ابقوا معنا.